اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. خلال الايام الماضيه، ربما خلال ثلاثه اسابيع الماضيه، جرى الحديث كثيرا عن المهاجرين العراقيين الذين يعني الان يحصرون او تغلق عليهم الابواب على حدود بيلاروسيا وليتوانيا. هؤلاء الشباب هم عوائلهم، ربما الكثير منهم هم عوائلهم الذين هربوا من العراق بحثا عن ملاذ آمن، وجدوا أنفسهم على الحدود الليتوانية أسرى في وسط مناخ غير طبيعي، في وسط ظروف مناخية وظروف صحية وظروف معاشية غير طبيعية وغير إنسانية. المشكلة تفاقمت، وجاء وزير الخارجية الليتواني إلى العراق وتحدث عن الموضوع، وقالت الحكومة أنها بعثت فريقا، وقالت أنها ستعيد الذين ذهبوا، هؤلاء اللاجئين ستعيدهم العراقيين إلى العراق. ومشكلة كبيرة، وما زال مئات من العراقيين عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا. السؤال الذي يطرح نفسه، طبعا هي معسكرات يعني المقابلات معهم توضح صورة المآسي، المأساة التي يعانون منها، جوع وأمراض وأذى وسوء وتعدي، ووصل إلى حد أن القوات الليتوانية على الحدود تضرب العراقيين، ضربتهم، وقتل أحد الشباب العراقيين قتلوه وأعادوا تابوته ودفنوه في العراق. وقصة كبيرة الحقيقة، ومئات من العراقيين الآن على الحدود. الموضوع الحقيقة عاد للأذهان واقع الحياة في العراق، هذا العراق اللي قالوا أنه جئنا، يعني جاءت أمريكا وجاءوا هؤلاء الذين يحكمون العراق بأحزابهم الطائفية والعرقية بالفساد والخراب والدمار والهلاك، وقالوا أننا سنبني عراقا جديدا. وبالتالي بعد 18 سنة ما زال أهل العراق يهاجرون، يتركون العراق ويبحثون عن ملاذ آمن. لماذا؟ إذا كان العراق وحل ديمقراطية وانتخابات وحرية وديمقراطية وحياة وردية، لماذا يذهب شباب العراق يرمي نفسه بالبحار؟ كثير منهم غرقوا وماتوا، هم عوائلهم كثير منهم الآن هذه قصة المجاميع العراقية اللي على الحدود البيلاروسية الليتوانية، هذه يعني خير صورة ومعبر عن واقع العراق. لماذا هربوا من العراق؟ هربوا من القتل، من الاغتيالات، من العشوائيات، من الأذى، من السوء، من البطالة، من هضم الحقوق، من الحياة الكريهة، بحثا عن حياة في تلك الأصقاع البعيدة. العراقي لم يكن يعرف ثقافة الهجرة أبدا. بعد 2003 لحد الآن أكثر من 10 ملايين عراقي هاجروا من العراق، تركوا العراق، وبينهم خيرة الكفاءات العراقية، خيرة أساتذة، خيرة أطباء، خيرة صحفيين، خيرة مثقفين، خيرة مهندسين، خيرة محامين، خيرة كل الاختصاصات، ذهبوا وعاشوا في بلدان أخرى. الحياة مهما كانت صعوبتها في الخارج، كانت بالنسبة لهم أفضل من البقاء في العراق وتعرضهم للقتل. كثير من عندهم تعرض أحد أفراد وأكثر من فرد من عائلتهم إلى القتل، إلى الاعتقال، إلى التغييب، إلى التهديد، إلى السرقة، إلى النهب، إلى كل شيء، إلى يعني محاربة برزقه وحياته وأطفاله، فبالتالي اضطروا إلى الهروب. وهؤلاء الشباب خير مثال. الآن المشكلة قائمة، بيلاروسيا لا تريد أن تدخلهم، وليتوانيا لا تريد أن تدخلهم، وهم يريدون أن يعبروا ليتوانيا باتجاه أوروبا، يريدون أن يجدوا لهم ملاذا آمنا. الشتاء على الأبواب، الآن المناخ هو في تلك الأماكن بارد جدا، وخاصة في الليل، وأمطار كثيرة، هم يتعرضون
في كامبات أو في معسكرات لا تحميهم من كل شيء، لا تحميهم من المخاطر، هم في مناطق نائية، في غابات، أمطار، أمراض، أوبئة، كل شيء، وجوع. طبعا الكثير من عندهم من الشباب وجبة واحدة تعطى لهم، الوجبة الواحدة لا تساوي شيئا، لا تشبع طفلا صغيرا لوجبة واحدة، هذه تعطى لهم لمدة يومين، يعني وكأنه يعني محاولة إذلال، محاولة تركيعهم بالقوة وعودتهم إلى يعني إلى العراق، وهم لا يريدون العودة إلى العراق. كثير من الوكالات، كثير من الفضائيات التقت بهم، يعني مصرين على البقاء، يقولون نموت ولا نعود إلى العراق. ما هذا؟ من أوصل العراق إلى هذا المستوى؟ لماذا أهل العراق يفرون؟ لماذا الأمم المتحدة الآن لديها طلبات؟ يعني ربما ثاني دولة في العالم شعبها يطلب اللجوء إلى دول أخرى والتوطين في دول أخرى، لماذا؟ هذا العراق اللي يحب العراق الذي لا يقبل. يعني كنا نسمع في السابق قبل 2003 وقبل التسعينات، ربما شهدنا قليل من الهجرة أو العمل خارج العراق في التسعينات في فترة الحصار، لكن قبلها كنا نسمع يعني بيوتات صغيرة هنا وهناك في العراق لديها شخص أو قريب في الخارج. الآن أهل العراق ربما تجد عراقي في الأسكيمو، تجد عراقي ما أعرف وين، تجد مجاميع هنا وهناك في كل دول الدنيا. لماذا؟ لماذا هجر العراقي بيته؟ لماذا هجر وطنه؟ لماذا ترك كل شيء وخرج هاربا؟ يعني من السعادة ومن الهناء ومن الديمقراطية ومن الحرية، واقع الحال سيء جدا جدا، وهذه الصورة تعطي حقيقة ما يجري في العراق. أما هذه استعراضات مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، واستعراضات حكومته وأحزابه وميليشياته، والعراق المزدهر والديمقراطي والحر، واللي راح يعقد ما أعرف منه، يعقد ندوات ويعقد مؤتمرات ويعقد، هذه كذبة كبيرة وضحك على الناس ومحاولة لتضليل الناس عن واقع مر وكارثة كبيرة حلت بالعراق والعراقيين منذ عام 2003 لحد الآن. يعني الكارثة الحقيقة تكبر، وأهل العراق يعني من المؤمل أن تزداد هجرتهم مع مرور الأيام. الكل يتوقع في أوروبا وفي العالم أن أهل العراق مع زيادة الأزمات المتوقع أن تزداد، مع زيادة الخراب والدمار، سيضطر أهل العراق من بقي منهم إلى الهجرة مرة أخرى. الشباب اللي قتلوا بالشوارع ولا يجدون من يسمع أصواتهم، لا يجدون من يساندهم، يضطر بعض منهم إلى الهروب، إلى اللجوء إلى الخارج. هكذا هو حال أهل العراق مع الأسف الشديد، والعراق من سيء إلى أسوأ. فالحديث عن ديمقراطية وازدهار وعراق آمن كذبة كبيرة لا يمكن تصديقها بعد اليوم. أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.